قال: لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك. الموفق في شيء اسمه أحبابي هذا مقام راقي جدا، أنا ما بقدر عليه وأنتم ما بتقدروا عليه، الرضا المطلق عن الله بكل تقديراته. وهذا الرضا، هذا الرضا يجعل من صاحبه يذكر الله ولا يدعو الله، يصير بيذكر الله على طول، توجه إلى الله بالذكر، أما دعاء ما بعود بيدعي، لأنه القضية قضية صارت يعني شو بدي أدعي؟ أدعي باللي عم يعطيني إياه، عم يعطيني إياه، بدي أدعي بشيء ما مخالف لما قدر علي، ما بسترجي، مو ما بسترجي، ما برضى، أنا أختار التي اختاره لي، هي ما بنقدر عليها، هي ما بنقدر عليها. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته قبل أن أعطي السائلين، ما بنقدر عليها هي. فطيب، لما أنت بتدعي الله عز وجل في عندك طريق آخر، الطريق الآخر أن تدعو الله عبودية. انتبهنا، أن تدعو الله عبودية وافتقارا، أن الدعاء هو افتقار تذلل وانكسار، فبتدعي الله عبودية وتذلل وانكسار إلى الله. وطبعا الغالب، أنا دائما بنبه الإخوان لا يدعو، لا يطلب من الله الدنيا أبدا أبدا، لا يطلب من الله الدنيا أبدا إلا بالمجمل العام: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. أما لا يطلب من الله الدنيا وتفاصيلها، اتركي هذا الأمر، اتركها لله، أرح نفسك منها، خليك أنت، لكن اطلب من الله أن يزيدك إيمانا ومحبة وذكرا وكذا إلى آخره. فهذا أحبابي الدعاء، لما أنت بتدعو الله بهذا الحال، يعني إنه يكون دعاءك عبادة. فاللي بيدعي الله عز وجل عبادة، إذا تأخر العطاء الإلهي ما بيأس. ليش؟ لأن أنا في الأصل عم بدعي الله عبادة، فإذا ما الله استجاب، أنا عم أدي ورد عليه، إذا ما استجاب ما بيأس. قال: فما لا يكون الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك. ما بيأس أبدا. ليش؟ لأني أعلم أن هذا الدعاء عبادة، والعبادة ما بتضيع عند الله، فما دامت ما بتضيع، إذن أنا بتم عم بدعي الدعاء وملتزم بالدعاء، لأنه عبودية وافتقار، وأنا بشعر بافتقاري إلى الله بالدعاء، بترك الإجابة على فضل الله متى شاء هو، لأنه هذا الأمر يعود إلى حكمته. يعني أنت عم تطلب من الله، بدك الله يعطيك على كيفك ولا على كيفه؟ واحد شحاد راح واحد غني، قال له: والله أنا جوعان. قال له: طيب خذ اي حق فروج روح كله. قال له: لا، بدي لحمة بالصحن. يعني شو قلة الأدب هي؟ أنت عم تشحاد، شو بيقولوا، شحاد ومشارط، أنت شحاد عم تشحد من الله، تقول له: يا ربي دخيلك كذا، يا ربي دخيلك كذا، هلأ بدك تسجد، شو هلأ، شو على كيفك، بيغير لك الكون كله مشانك أنت؟ ما بيصير. فأنت بدي أعطيك أنا كما أريد لا كما تريد، قلت لك ادعوني أستجب لكم، لكن في الوقت الذي أنا أريده، لأنه الله سبحانه وتعالى يطلع على كل شيء، ما أنت ما مطلع على شيء. وكتير كتير سبحان الله، أنا صارت معي، حصلت معي، أدعو بأمور بتطول لها شي سنة، بعد سنة تم مسابر على الدعاء وما في أسوأ، عم ندعي ما في، نحن عباد الله. بعد سنة والحمد لله اللي الله ما استجابها من أول ما دعيت، هلا أجل الأمر أفضل بكتير، هلا حصلت على مكاسب أكثر، هلا كان استجابة الدعاء تأخيره كان خير إلي. أكيد بتصير معكم، بتصير مع كل الناس. لذلك أنت ادعي الله عز وجل، ادعو الله عز وجل، ادعوه عبودية
وافتقارا، ودائما اعلم أن تأخير الدعاء لصالحك، أنه الله ما بتكلفه شيء إلا بيستجب له، لكن ما بتكلفه شيء، لكن تأخير الدعاء يكون دائما لصالحك. سبحان الله. قال لذلك لا يكون تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد.